سواء كانوا عمالا بالقطاع العام الخاص أو الحر، فإن عددا من الجزائريين لا يرضون إلا أن يأخذوا خلال مواسم العيد أسبوع راحة كامل ليتجاوزوا عطلة اليومين المدفوعة الأجر، ضاربين بكل التعليمات والالتزامات المهنية والإدارية عرض الحائط. ما رحت اليوم ما قدرتش نروح بسي شيك، ما تقدرش مور العيد رمضان اللي جوزناه قدام بعد تروح تخدم لازم يا انت في بلاستيك تخدم قدرت تخدم، وكان جيت خدام عند روحي نريح هذه الله سلمان كامل نعاود نولي بالحد ندير نورمال نورمال موسمانة يا أخو. لا عيد هدايا باسكو تاعي مع رمضان الاخر عيا مو العيد لازم تروبوزي سمعنا باش تعاود تلقى روحك على حسب راني نشوف لا ماجوريتي ما يخدموش ابخي العيد سي دي ويك فا سي دي ويكاند برولونجي ولا يديروا ان بون ولا مي بون هادي بالك صافي بارتي دو لا مونتاليتي الجيريان. من ناحية علم الاجتماع هكذا تصرفات تعطي صورة عن مكانة العمل في المجتمع الجزائري وعن سيكولوجية الفرد الجزائري التي تجعل الكثيرين يغتنمون أي فرصة للركون إلى الراحة. ذلك يرجع أساسا إلى ذهنية الجزائري الذي لا يقدس أولا العمل بل هو يقدس الراحة ويميل أقول يميل إلى الراحة أكثر من العمل، وهذا يرجع إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية والمهنية للجزائري الذي يعتبر أو يعتبر الراحة هي أولى من العمل. صار ترك العمل لمدة أسبوع كامل كل عيد سنة أقرها الجزائريون، رغم أنهم يدخلون في حلقة سير مؤسسات البلد قد يعطلونها من أجل راحتهم.